بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الحديث معكم أيها الإخوة المستمعون في برنامج من أحكام القرآن الكريم، وقد وصلنا في الحلقات السابقة إلى قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. في هذه الآيات والآيات التي بعدها مناسبة واضحة لما قبلها، لأن الله ذكر فيما قبلها أنه أخذ الميثاق على هذه الأمة في أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وذكر في هذه الآيات أنه كذلك أخذ الميثاق على من كان قبلهم من اليهود والنصارى، ولما لم يفوا بميثاقهم وعهدهم مع الله أوقع الله بهم العقوبات الشديدة، فهو يحذر هذه الأمة أن تأخذ طريق الذين قبلها في نقض العهد مع الله سبحانه وتعالى. وهذه السورة في الحقيقة سورة المائدة هي سورة العقود والمواثيق، لأن الله قال في أولها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ثم ذكر بعد ذلك هذه العقود، ومنها أنه أخذ العقود على اليهود والنصارى وأخذها على هذه الأمة، فيجب عليهم الوفاء بذلك. قوله سبحانه وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، هذا تأكيد منه سبحانه وتعالى باللام الموطئة للقسم، وقد التي هي للتحقيق أخذ الله ميثاق، والميثاق هو العهد. بني إسرائيل هم بنو يعقوب عليه السلام، وهم اليهود والنصارى، ومع أخذ الله الميثاق عليهم بعث منهم 12 نقيبا، والنقيب هو الكفيل والزعيم الذي يقوم على من تحت يده، فهذا زيادة توثيق
مع بني إسرائيل أن الله أخذ عليهم النقباء بعدد أسباطهم، لأنهم 12 سبطا وكل سبط عليه نقيب وعريف منهم يلزمهم بطاعة الله سبحانه وتعالى والعهود بالمواثيق. وقال الله إني معكم، وعدهم الله سبحانه وتعالى إذا وفوا بهذا الميثاق، وعدهم الله سبحانه بأنواع من الجزاء الطيب. إني معكم، المعية من الله سبحانه وتعالى لعباده على نوعين: معية عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، وهي معية الإحاطة والاطلاع والعلم، والنوع الثاني معية خاصة بعباده المؤمنين بالنصر والتوفيق والهداية. فقوله إني معكم يراد به المعية الخاصة، أي معكم بالنصر والتوفيق والهداية، بشرط أن تقوموا بالوفاء بهذا العهد. لئن أقمتم الصلاة، أقمتم الصلاة، والصلاة هي العبادة المعروفة ذات الركوع والسجود والأدعية، فهي عبادة عظيمة قد شرعها الله على جميع الأنبياء، على جميع المؤمنين، مما يدل على أهميتها ومكانتها من الدين بعد الشهادتين. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، وهي حق في الأموال، حق واجب في أموال الفقراء، في أموال الأغنياء لإخوانهم الفقراء، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، وهي واجبة مع الصلاة على جميع الأمم. وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، صدقتم برسلي وأطعتموهم واتبعتموهم، لأن الواجب الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وعزرتموهم أي وقرتموهم، فالتعزير كلمة مشتركة يراد بها التوقير والاحترام، ويراد بها التأديب، والمراد هنا المعنى الأول. وعزرتموهم أي وقرتموهم واحترمتموهم وعظمتموهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا أي أنفقتم الأموال في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي طاعته. فالإنفاق في سبيل الله عبادة عظيمة، وسماه الله قرضا مما يدل على أهميته، لأن القرض هو أن تدفع مالا لمن ينتفع به ثم يرد بدله، هذا فيما بين العباد. وأما فيما بين العبد وبين ربه، فالعبد يقرض ربه بمعنى أنه يتقرب إليه سبحانه بإنفاق المال في طاعته وفي سبيله على المحتاجين وغيرهم من وجوه الإنفاق، والله جل وعلا يخلفه ويرده على المنفق أضعافا مضاعفة. ولهذا سماه قرضا مع الله سبحانه،
فإنه لا يذهب هدرا ولا يضيع، بل إنه مخلوف على صاحبه بأضعاف مضاعفة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأقرضتم الله قرضا حسنا، والمراد بالحسن القرض، المراد بالقرض الحسن هو الذي يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، لا يراد به لا طمعا دنيويا ولا يراد به مدحا وثناء ورياء، وإنما يكون خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. فهذا هو القرض الحسن. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.